كان لدينا الأمل في أن نبدأ قطف ثمار الإعداد والتحضير للبطولة الآسيوية من لقاء المنتخب السعودي الافتتاحي، إلا أن الرياح لم تأتي وفق ما اشتهى مركب الأحمر، فجاءت الخسارة التي أصابت الجميع بالصدمة. الخسارة ورغم قسوتها إلا أنها لا تعني وداع الأحمر للبطولة الآسيوية، فما زال الأمل قائم والمطلوب التعويض في المواجهتين المنتظرتين. نعم، الصدمة كانت كبيرة، ليس بسبب النتيجة بل نتيجة للأداء، فالأحمر وصل إلى الدوحة وترك الإرادة والعزيمة وروح الفريق الواحد في مسقط. وإذا ما أراد المنتخب الوطني التعويض وأن يتشبث بفرص الصعود والذهاب بعيدا في البطولة، عليه أولا أن يستدعي ما تركه في مسقط، وعلى الأحمر أن ينظر إلى الجماهير الوفية ويقدر ما تحملته من مشقة من أجل أن تقف خلفه وتهتف باسمه. أما برانكو فلم يعد ينفع الكلام، 4 سنوات مضت ونحن ننتظر البناء، 4 سنوات مضت ونحن نترقب الحلول الذي وصل إليها لحل المشكلة الهجومية. مرت السنوات ونحن نستمع للأعذار ونأخذ الوعود في إيجاد الحلول، لكن يبدو أنه قدم كل ما في جعبته الفنية ولم يبقى لديه شيء. وإليه نقول هذه الحكمة العربية الشهيرة: وعد بلا وفاء عداوة بلا سبب.